ام بي سي بقت اعلام معادي رسمي، هو مش من دلوقتي لا دي من زمان، لدرجه انها بتتعمد، وخدوا بالكم من كلمه بتتعمد، بتتعمد وبشكل ممنهج انها تشوه في السعوديه وفي مصر وفي الامارات، واظهارهم على انهم دول بتدعم الكفر وتميع الدين، لا كمان ومحاربه للدين والاخلاق العربيه. واستضافه وتلميع لكل اللي بيصب في الخانه دي، ومش محتاجين ان اقول لكم ان الحمله الاعلاميه الاخوانيه القطريه التركيه الايرانيه بتشتغل على اظهار الدول دي على انها دول بتدعم الكفر وتميع الدين ومحاربه للدين والاخلاق. كارثه بمعنى الكلمه فعلا، واداء اعلامي يستحق ان احنا نقول عنه انه اداء مشبوه، والمساله مش مساله تهجم او حتى انتقاد اطلاقا، المساله انه لازم حد يتكلم، لانه ما عادش ينفع السكوت، والمساله بقت مكشوفه قوي قوي قوي. وام بي سي كل يوم بتكتر عليها علامات الاستفهام، ووجب هنا تحليل الموقف. ملاحظة هامة جدا قبل ما نبدأ كلامنا، كل ما سيرد في هذه الحلقة تمت مراجعته قانونا على ايد مختصين، ويقع في اطار حرية الرأي المكفولة قانونا. حبيت اقول الكلام ده علشان اذا حد اتقمص من الكلام اللي انا هقوله ما يتعبش نفسه ويروح يرفع قضايا. واخد بالك يا زكي؟ السلام عليكم. من الممكن انك تلاقي مبرر لمن يتقاعس عن المشاركة في حرب بتستهدف وطنه او امنه اللي هو منها ايا كان نوعها، ولكن مفيش مبرر انك ما تشاركش وفي نفس الوقت تساهم في الاضرار بالوطن والامة اللي انت منها. ما علينا. تعرفوا علي جابر مدير ام بي سي؟ طبعا. افتكر فيما افتكر كنت قاعد مع واحد صاحبي وقال لي يا عم انديل، يا عم انديل، انت بتتهجم على ام بي سي وبتنتقدها كتير قوي، انت كده بتضيع عليك فرصة احتمالية انك تشتغل معاهم. وافتكر برضو فيما افتكر انه لما قال لي الكلام ده ان ضحكت ضحكة سمعت لحد اخر الشارع، وقلت له ها 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 ها، هو انت فاكر ان محمد انديل او اي يوتيوبر وطني صاحب دين وعروبة فاكر ان ام بي سي بقيادة علي جابر ممكن ان هي تتعاقد معاه وتشغله؟ ها ها. وده اولا. ثانيا بقى وده المهم، ان انا ذات نفسي لا اتنازل اني اتعاون مع ام بي سي طول ما هي بقيادة علي جابر وطول ما هي ماشية في النهج اللي هي ماشية عليه. وعلى سيرة النهج، استضافت واحد زي منصور الانقدار علشان يطلع على احد اهم برامج ام بي سي الشهيرة ويطعم بشكل مباشر وغير مباشر ويمرر اجندته المعادية للاديان ويقول نحن الان مكشوفون امام العالم، مسلمون، يهود، مسيحيون، وثنيون، اصحاب عقائد، ملاحدة، ايا يكن، وبالتالي البشرية الان وفي المستقبل لن تبحث الا عن اله رحيم. صحيح. انتوا خدتوا بالكم مذيع ام بي سي بيقول له ايه بعد الهبل اللي قاله؟ لن تبحث الا عن اله رحيم. صحيح. المذيع بيقول له صحيح. يا نهار اسود يا جدعان، يا حلاوه مذيعينك يا ام بي سي. لا وشوفوا الاخ بيقول ايه من خلال ام بي سي. اله العقاب لا مكان له في مستقبل البشريه، لذلك ابناء الديانات عليهم ان يعيدوا تشكيل انفسهم. يا حلاوتك كمان مره، نعيد تنظيم انفسنا. طيب كلام منصور الانقيدان اللي بيحمل افكار الملحدين انا مش هرد على كلامه من الناحيه الشرعيه، لانه في متخصصين بيرد، زي اخونا الاستاذ ناصر السوراني اللي عمل رد وافي اتمنى انكم تشوفوه، وهسيب لكم رابط الحلقه في وصف الفيديو، واخونا الاستاذ حسام مطاوع هيعمل رد برضه على كلام الانقيدان ده ويفنده، ودي قناته على يوتيوب اتمنى انكم تشتركوا فيها، وهسيب لكم برضه رابط قناته في وصف الفيديو. وعلى فكره بقى المضحك والمبكي ان نفس القناه اللي هي ام بي سي ونفس البرنامج اللي استضاف الانقيدان هي نفس القناه ونفس البرنامج اللي كان بيستضيف سلمان العوده زمان علشان ينظر ويروج لنفسه ويشتهر، واشتهر فعلا على ايد ام بي سي زي ما اشتهرت علا الفارس على ايد ام بي سي. وعلى فكره برضه نفس البرنامج استضاف واحد مدان بقضيه جنائيه كبيره ولمعوه قدموه للناس ولا كانه العندليب الاسمر، مع انه بيقدم نوع من الغناء لا يمت للثقافة العربية بأي صلة، ده غير برامج ام بي سي اللي بتتلذذ بالترويج للأفكار الغريبة على ثقافتنا العربية، وبيقدمها مذيعين أو شباب أو شابات ما بيشبهوش ثقافتنا ولا شبابنا ولا شاباتنا. ام بي سي مصر مثلا بتتلذذ باستضافة توافه المجتمع والسوشيال ميديا وعديم المواهب من المغنيين اللي زمن الفن الهابط فرضهم علينا. يا نهار اسود يا جدعان، هي ام بي سي عايزة ايه؟ انا عارف والله هي عايزة ايه، بس مش هقول دلوقتي، خلوها في وقتها احسن وسجلوها عليا، الموضوع كبير قوي والله. يبقى احنا مشكلتنا مع ام بي سي اللي محسوبة علينا اوانطة ومصرة انها تكون وقود لاعلام الاخوانجية ضدنا. بصوا محدش يزعل بقى من كلامي، انا عارف انه هيزعل ناس كتير،
بس ما عادش ينفع السكوت بجد. اقول لكم ليه؟ لانه طالما ام بي سي محسوبة علينا وبتستفيد اكتر ما بتستفيد من مدخولات الاعلانات من مصر ومن السعودية والامارات، يبقى ام بي سي لزاما عليها انها تواكب الحرب الاعلامية اللي ضد الدول دي. وفكرة ان ام بي سي تكون قناة محايدة ومجرد قناة تجارية ربحية هي فكرة معقولة، بس ما تكونش في نفس الوقت منبر ينهش في لحمنا ويسوق سمعتنا وتكون وقود وذخيرة الاعلام الاخوانجية والاعلام المعادي، ومنبر لترويج افكار غريبة ملهاش علاقة بامة العرب خالص. ولا ايه الفرق ما بينها وما بين الاعلام المعادي؟ ما هو احنا ما نسيناش المسلسلات التركيه والترويج للسياحه العلاجيه التركيه وعلا الفارس وجلال شهده واستضافه سلمان العوده كل اسبوع وغيره كتير، وقائمه غرائب وعجائب ام بي سي الطول. علشان كده خلاصه الكلام يا ساده يا كرام، زمان ام بي سي كان شعارها قناه كل العرب. طب يا قناه كل العرب، يا علي جابر يا مدير قناه كل العرب، هل ما تقدموه بيمثل العرب؟ الاجابه لا طبعا. هل اللي بتقدموه بيخدم بلادنا في جبهة الحرب الإعلامية؟ الإجابة لا طبعا، ده بالعكس، انتوا مش بس متقاعسين، ده انت بتخدموا جبهة إعلام العدو. هل في سر وراء تصرفاتكم وأدائكم الإعلامي اللي بالشكل ده؟ الإجابة نعم. ويا سادة بكرة تعرفوا معنى كلامي ده، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.